السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. سنتوجه بكم إن شاء الله لبعض المطاعم التي يسأل عنها الكثير من الناس. فاليوم سننقل لكم مطاعم جبل عمر الموجودين يعني تحت فندق حياة ريجنسي. المطاعم هذه خلف فندق التوحيد، هذا الفندق الذي هو أمامكم الآن. هذا فندق التوحيد، وهذه دورة المياه رجال رقم 6 أكرمكم الله. وننزل هذه النزلة هذه، بعدها نصعد إلى المطاعم. هذا فندق حياة ريجنسي، والآن سندخل له إن شاء الله. المطاعم في الدور الرابع،
الصعود من الناحية الثانية. هذا اللي أمامنا محل الشياكة للثوب، محل الأقمصة. فهذه هي المطاعم. هذه تفتح بعد الصلاة الآن. هذا مطعم البيك المعروف، لا يخفى على أحد. هذه محلات عواصر وآيس كريم. فهنا مكان أكل الوجبات. فبالصحة والعافية إن شاء الله.